لكن دايما البدايه بتكون باهم وابرز العناوين. نشوف في ترند الاهلي، كاف يحدد مباراتي الاهلي امام المريخ وسيمبا. في الترند المحلي، جهاز المنتخب يترقب وصول المحترفين بعد اعلان القائمه. أما في الترند العالمي، جماهير ليفربول تتوقع انتقام محمد صلاح من ريال مدريد. كلام كتير مهم في مختلف الجوانب وهنتكلم فيه بكل التفاصيل، لكن خليني الأول أتكلم معاكم في أهم المباريات النهاردة في جميع الدوريات أو مختلف الدوريات حول العالم، لأن في البعض لسه ما خلصش مبارياته قبل توقف الدوري. أعتقد بكرة هيكون آخر يوم في المباريات في أوروبا تحديدا. خلينا نبتدي بمباريات الدوري الانجليزي. النهارده مباراه وحيده بين برايتون ونيوكاسل يونايتد، دي هتكون مباراه الساعه 10 بالليل. لسه مع انجلترا وبالتحديد كاس الاتحاد الانجليزي، مباراه اتلعبت خلاص في تمام الساعه 2 وربع ظهرا ما بين بورموث وساوثامبتون، وانتهت بفوز ساوثامبتون بنتيجه 3-0. ايضا النهارده مباراه اخرى في نفس البطوله ما بين ايفرتون ومانشستر سيتي، دي هتكون الساعه 7:30، هتكون مباراه قويه بالمناسبه اكيد. يعني مباريات الدوري الاسباني، اتلتيك بلباو مع ايبار، الشوط الاول او المباراه كلها انتهت بالتعادل الايجابي 1-1. سيلتا فيجو مع ريال مدريد، مباراه 5:15 هتتلعب، وهويسكا مع اوساسونا الساعه 7:30، وبلد الوليد مع اشبيليه الساعه 10. اما في الدوري الايطالي، كروتوني مع بولونيا، الشوط الاول انتهى بتقدم كروتوني بنتيجه 2-0، وسبيزيا مع كالياري الساعه 7 مساء. دي اهم المباريات في مختلف البطولات العالميه.